يستغلون الناس البسطاء، الناس اللي أعمارهم صغيرة. عندنا أجهزة استخباراتية لغرض متابعة هذه الجرائم المنظمة. ست عصابات احنا لازمينها ضمن قاطعة الرصافة. كون يعدمونا جدام عيوننا حتى تطفى شوية النار بقلوب. صارت متاجرة بالأعضاء لأسباب مادية، خصوصا الحصار اللي مر بالعراق. الفقر، البطالة، عدم التوظيف لسنوات طويلة. ثمن كان نوعا ما مغري، كان 5 ملايين. خدروه في مستشفى وأخذوا الكلى مالته. مواطنين هنا قاعدين يبيعون كلى عن طريق طبعا السمسار. اجى قال انا انطوني 2 مليون على اساس انه يسووا له العمليه، وبعد ما العمليه ينطوا 5 الباقيه. احتالوا عليه.